غزوة خيبر. في محرم من السنة السابعة للهجرة وقعت غزوة خيبر الشهيرة، وخيبر لا يسكنها إلا يهود، وخيبر هي موطن المؤامرات ضد المسلمين. يهود خيبر هم الذين جمعوا الأحزاب لغزو المدينة وألبوهم على المسلمين في غزوة الأحزاب، فكانت خيبر هي موطن إثارة الفتن. وعد الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر في كتابه الكريم، فقال سبحانه في سورة الفتح: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. المقصود بالغنائم الكثيرة في هذه الآية خيبر. وكانت خيبر غنيمة خاصة لأهل الحديبية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معه إلا من شهد الحديبية، وكانوا 1400 رجل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى خيبر، فلما وصل إليها رآه يهودها فخافوا وأغلقوا حصونهم وصرخوا: محمد وجيشه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفهم وفزعهم صرخ: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بدأ حصار خيبر واشتد الحصار، وبدأت بطولات الصحابة رضي الله عنهم تظهر، وبدأت حملات الصحابة تدكهم دكا. ظهرت بطولات عظيمة لزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وأبي دجانة وسلمة بن الأكوع وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرحبا بطل يهود، وقتل الزبير رضي الله عنه ياسرا أخا مرحب، وفتحت أكثر من نصف خيبر. فلما أيقن يهود خيبر بالهلاك استسلموا، وأرادوا مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم على ما تبقى من خيبر، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتم الاتفاق على التالي: حقن دماء من في حصون يهود خيبر، ترك الذرية لهم، يخرج يهود خيبر من أرضهم يحملون كل ما أرادوا إلا السلاح. فلما أراد يهود خيبر الخروج من أرضهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم في خيبر أجراء يعملون مزارعين ولهم نصف ثمارها في السنة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانت أرض خيبر شاسعة واسعة وكلها نخيل. واغتنى المسلمون بفتح خيبر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. رواه البخاري. وروى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر، وذلك لكثرة نخيلها.